بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتحدث اليوم عن أثر أخلاقيات العمل على مفهومي التجديد والتدريب. وعندما نتحدث عن التجديد والتدريب يجب أن نعرف هذين المفهومين. عندما نتحدث عن التجديد نقول في التجديد أو تعريفه والسعي وراء الأفضل وتجاوز القديم والتغلب عليه. وكلنا يعلم أن الإسلام دين التجديد والتغيير والمنافسة والإبداع. فعندما نتحدث عن التجديد لا نقصد بمفهوم التجديد تجديد الشعائر والعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا بالأخلاق المنصوص عليها بالقرآن الكريم والسنة. إنما عندما نتحدث عن التجديد نقصد في التجديد تجديد ما يتعلق بالحياة بأنشطة المجتمع السياسية والاقتصادية والتجارية. ونشترط بأنه إذا أردنا أن نجدد في هذه المجالات أن يكون هذا التجديد ضمن الإطار الشرعي وضوابط الحلال والحرام التي حددها الله لنا في قرآنه والسنة النبوي. إذن عندما نتحدث عن التجديد نقصد في التجديد الذي نتحدث عنه هو التجديد الذي يجب أن يتوفر في ممارساتنا في حياتنا المجتمعية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والتجارة. التجديد ليس مطلوبا في العبادات وفي زي ما ضربنا أمثلة، ما تجديد على إيش؟ في الصلاة رح يكون ما في تجديد، تجديد في الصوم لا يوجد تجديد، التجديد في الحج ما في إحنا نتحدث عن التجديد في الأمور الحياتية الأخرى. وعندما نقر التجديد في هذه الأمور يجب أن يكون هذا التجديد مطابقا للشرع والسنة. شروط التجديد ضمن منظومة أخلاقيات العمل، يعني إذا أردنا أن نضمن أن يكون التجديد له آثار جيدة أن يكون منسجما مع منظومة أخلاقيات العمل يجب أن تتوفر في بعض الشروط. من ضمن هذه الشروط توفير الإمكانيات الأساسية للتغيير. التغير إذا أردنا أن نقوم به يبدأ بالأولويات، الأولى في الأولى. التغيير يجب أن لا يكون معناه الاستبداد والانفراد بقرارات لأشخاص دون المجموع. التجديد يجب أن لا يكون مستفزا، فهي معنى عدم الاستبداد والانفراد بقرارات التجديد والتغيير. إعادة صياغة المناهج، مناهج التعليم لتأخذ فنون التجديد وأصوله. التجديد يجب أن يحكم الجانب الأخلاقي للمجتمع، لا يجوز أن نجدد بأي شيء يتعارض مع الجانب الأخلاقي للمجتمع. إذا أردنا أن نصل إلى التجديد المنشود يجب أن نضع برامج تدريب وتأهيل مناسبة تجهز الناس. لما بدنا نجدد بدنا نطلب من الناس أنهم يتطوروا، فهؤلاء الناس لن يستجيبوا للتجديد إذا كانوا غير مؤهلين تأهيل مناسب لعملية التجديد. إذن التجديد قضية أساسية لكنها مطلوبة فقط في الأمور الحياتية. التجديد غير مطلوب في العبادات، هذه قضية جدا مهمة. وعندما نريد أن 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 نضمن أن هذا التجديد يضم ضمن منظومة صحيحة وينفذ بشكل مفيد يجب أن تتوفر الشروط اللي تحدثنا عليها، واللي كان من أهمها زي ما حكينا البدء بالأولويات.
التجديد أعطي أولوية في التجديد في أمور تحتاج إلى 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 قرار حاسم سريع بأنه نجددها، وفي أمور إن تأخرنا في تجديدها لن يضيرنا. كثير من الشروط تحدثنا عن أهمها، وخاصة اللي هي أخيرا وضع برامج تضمن أنه الناس اللي بدهم يشاركوا في عملية التجديد يكونوا مؤهلين فعلي. بعدها نتحدث عن التدريب، لأنه إحنا في البداية قلنا أخلاقيات العمل وأثرها على التجديد والتدريب. لو رحنا على آداب التدريب نطالب بتوفرها، أو أخلاقيات يجب أن تتوفر في التدريب، لأنه إن توفرت إن شاء الله نصل إلى الأهداف المنشودة من أي تدريب في أي مجال. للتدريب أخلاقيات لازم نأخذها بالاعتبار، نراعيها. وفي هذا المجال بنتحدث عن أخلاقيات المدرب وأخلاقيات المتدرب. يعني إذا أردنا أن نضمن عملية تدريب مثالية، معناه أنه لازم نأخذ بالاعتبار بعض الأداب التي يجب أن يتمتع فيها المدرب، وأداب أخرى يجب أن يتمتع فيها المتدرب. وعملية التدريب تتكون من شقين طبعا. المدرب وهو الشخص الذي يعني الملقن أو الشخص الذي يقدم خبرته للمتدرب، والمتدرب هو الشخص الذي يسعى إلى اكتساب مهارة أو خبرة جديدة، ويأتي حتى في بعض الأحيان يقوم بدفع بعض الرسوم للحصول على هذه المهارة والخبرات. إذن التدريب الهدف منه اكتساب بعض الخبرات. وقلنا في التجديد انه اذا اردت ان تجدد لازم يكون عندك ستاف او عندك موظفين عندهم مؤهلات وعندهم مهارات تؤهلهم لمساعدتنا على التجديد. ولما جينا على التدريب قسمناه في اتجاهين، في اتجاه المدرب واتجاه المتدرب. لو ذهبنا الى الاداب التي يجب ان يتمتع فيها المدرب، وهو الشخص الذي سيقوم بنقل المعلومة أو المهارة أو الخبرة للشخص المتدرب، يجب أن يتوفر فيه الصفات التالية: الخشية من الله، لأن الخشية من الله هي معيار أساسي في كل أعمالنا، مش بس في التدريب، في كل الأعمال التي نقوم بها، لأنها هي الضابط الأساسي. الأمانة في التعليم والتدريب، لأنه يجب أن يكون عند المدرب أمانة يلتزم بها ويعمل بموجبها. نقل المعلومة والمعرفة للمتدرب بالتدريج والتسلسل، لأنه إذا أراد هذا المدرب أن يكون نقله للمعلومة كاملا، للمهارة تكتسب بشكل كامل، يجب أن يبدأ بالأقل ويتدرج بتوصيل المعلومة. وهذا التوصيل يجب أن يكون متسلسلا مترابطا، وإلا سيتأثر المتلقي والمتدرب، فتكون عملية اكتسابه للمهارة والفكرة والخبرات اكتسابا مشوشا. حتى نضمن وصول المهارات والخبرات هذه للمتدرب، يجب أن يكون المدرب قدوة حسنة، حتى تأثير شخصيته يساعدنا على نقل هذه المهارات وهذه الخبرات للمتدرب. لأنه كل ما كان المتدرب ينظر إلى هذا المدرب بشكل إيجابي، كل ما انعكس ذلك على تلقي للمعلومة. التواضع والبعد عن الغرور، احنا يهمنا حتى يكون قدوة حسنة المدرب، ويكون شيئا مبهجا في نظر المتدرب، لازم يكون يتوفر في خاصية التواضع. كلما كان المتدرب متواضعا غير مغرور،
كلما انعكس ذلك على اكتساب المتدرب المعلومة وتقربه من المدرب حتى يستطيع أن يأخذ ما يستطيع ويستفيد منه أكثر ما يستفيد من الخبرات والمهارات. لازم يتوفر في المدرب الكفاءة والمهارة في توصيل المعرفة وتبسيطها. كثير من الأشخاص المتعلمين والذين يحصلون على شهادات عالية ومتقدمة إذا ما كان عنده كفاءة ومهارة توصيل المعلومة لا يستطيع أن يعمل في سلك التدريب والتعليم والتدريس. من الكفاءات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المدرب ليست يعني توفر المعلومة لديه. كثير من الناس تتوفر لديهم المعلومات لكن يواجه مشكلة في عملية التوصيل التبسيط. كلما توفرت مهارات التوصيل وتبسيط المعرفة كلما ساعد ذلك على أن تصل أهداف التدريب والدورة كاملة للمتدرب. يجب أيضا تتوفر خاصية في المدرب حتى نضمن نجاح التدريب، وهو التأكد من فهم المتدرب وحصوله على المعلومة المطلوبة، التأكد من تحقيق أهداف الدورة. وهذا كله يستطيع أن المدرب أن يلم به ويتعرف عليه من خلال خشيته من الله، أمانته، تواضعه، كفاءته، مهارته. كل هذه أداب يجب أن تتوفر في المدرب حتى نحصل على عملية تدريب متقدمة ومفيدة. في المقابل عملية التدريب تقوم ليست على المدرب فقط، الأداة المادة الأساسية فيها اللي هو المتدرب ولا يقل أهمية عن المدرب، ويجب أن يتوفر في بعض الخصائص والصفات اللي إن توفرت معناه إحنا وصلنا إلى تحقيق أهداف التدريب وتحقيق أهداف الدورة أو الورشة أو الدورة التي نسعى لتنفيذها. من أداب المتدرب يعني الشخص المتلقي الصدق والرغبة في التعلم والتدرب. يجب أن يكون الحافز الأساسي عند هذا المتدرب اللي هو أن يتعلم، أن يصقل مهاراته، أن يستفيد، أن يكتسب معلومات وخبرات جديدة. فإذا كان صادقا في ذلك استطعنا أن نحصل على نسبة عالية من الاستفادة. إذن الصدق والرغبة قضية أساسية، لأنه دون أن يكون صادقا وراغبا في التعلم والتدرب لن يحصل على أي فائدة. أيضا المتدرب يجب أن يصبر ويثابر ويجتهد. يصبر يعني يعطي الوقت الكافي للمدرب لنقل المعلومة، يصبر حتى على أحيانا بعض المعاناة في الوصول إلى مكان التدريب، أن يثابر، أن يجتهد. ليس المقصود بالتدريب حشو المعلومات وبعد حشو هذه المعلومات أن نذهب و نخزنها ولا نطبقها. المطلوب تخزين المعلومات وليس مجرد تخزينها، المطلوب تطبيق هذه المعلومات والإحساس بها وممارستها على الأرض الواقع. الاجتهاد بمعنى أنه يجب أن كل شيء نحصل عليه أن نجتهد في 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 هضمه، في فهمه، وأن نحرص على أن نستفيد منه. قضية أساسية أخرى يجب أن تتوفر في المتدرب حسن الأدب مع المدرب واحترامه. علاقة الاحترام المتبادلة بين المدرب والمتدرب ستكون لها أثر كبير على الفائدة المرجوة. يجب على المتدرب أن يراجع أولا بأول، يستوضح عن أي قضية لا يفهمها، لا يرى أنها غامضة.
عمليات الاستيضاح هذه قضية جدا مهمة في 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 دورات التدريب، حتى لو كانت من باب الحرص على الآخرين، الاستيضاح عن الأشياء بالشكل العلني يعمم الفائدة. كثير من الناس عندما يستوضحون فينتج عن استيضاحهم هذا استكشاف خبرات جديدة، ينتج عن استكشافهم هذا واستيضاحهم تسهيل أكثر في توصيل المعلومة لباقي المتدربين. فالاستيضاح قضية أساسية يجب أن لا نسكت عنها كمتدربين، أينما وجدنا أن هناك خلل في فهم أي جزئية يجب أن لا نستحي من الاستيضاح عنها. احتساب التدريب لله تعالى، كل أعمالنا يجب أن تحتسب لله تعالى حتى تكون إن شاء الله مبارك. الاهتمام بالوقت واستغلاله لأعظم فائدة، بمعنى أن يكون وقت التدريب كاملا، أن نعمل على الاستفادة من هذا الوقت بأحسن صوره، وأن لا نضيع التدريب في قضايا صغيرة غير مهمة. هناك كثير من الناس عندما يذهب إلى التدريب يحرص على إضاعته بمواضيع غير متعلقة بالتدريب. الأصل أنه نهتم ونركز في الوقت الذي يخصص للدورة أو للتدريب حتى نحصل على أعظم فائدة. إذن أداب التدريب ارتبطت في المدرب والمتدرب، وقلنا أن التدريب قضية أساسية تدعم تنفيذ برامج التجديد لدينا، وشكرا لكم.